بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق المرسلين سيد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بالفيديو راح نحل الهومورك السابع للمهندسة ميساء، اللي هو المطلوب منا نرسم التوب والفرونت مع فول سكشن فرونت، ونحط ال سكشن بلين لاين على التوب. أول شي بنعمله بنجهز اللايرز، صار كم واحدة هسه بنشوف. عندنا سنتر راح نحتاجها، F2 سنتر، عندنا راح يكون بروجكشن كمان، بروجكشن عندنا كمان الهاتش تبع التحشير، عندنا سكشن لاين، سكشن لاين، وعندنا كمان اللهم صل على سيدنا محمد دايمنشن. طبعا الطفل هوم ورك نحط دايمنشن دايمنشنز، وعندنا الهيدن، عندنا الهيدن نعرف ال زيرو تكون 35% ملي. ايش بكون عندنا كمان؟ مش الهاتش، السكشن لاين بكون برضو نفس السماكة، السكشن لاين نوع الخط كونتينيوس، على السنتر نوع الخط سنتر نعرفه، بروجكشن كونتينيوس، الهاتش اللي هو تبع التحشير نوع الخط كونتينيوس برضو، السكشن لاين، السكشن لاين مش كونتينيوس بكون فانتوم، خط فانتوم، هذا خط فانتوم، دايمنشن كونتينيوس، هيدن خط هيدن. نختار ألوان مختلفة، مثلا لو حطيها السنتر هيك، البروجكشن حطيناها أي لون، الهاتش تحشير لو حطيناها مثلا أخضر، سكشن لاين أزرق، دايمنشن والهيدن نحطه أحمر. نجهز طبقات وخلينا نبدأ نرسم بالتوب. أول شيء نعمل نرسم خطوط السنتر، لاير سنتر لاين، عندنا هاي خط سنتر من هون، خط سنتر هون، خط سنتر هون، مسافة بين كل واحد 2.5 إنش. هسه راح نرسم خط هيك تقديري زي هيك. شفنا انه مثلا تقطيع الخط كبير شوي، نيجي على الكوماند نكتب اس تي، لا لا ال تي سكيل انتر، عندنا هون موجودة واحد نغيرها مثلا لنص او اقل من نص بشوي، نحطها 0.4 تمام. نلاحظ انه هو عندنا 2.5 و2.5، فبنعمل اوفست موديفاي اوفست 2.5 انتر، تمام نقطعهم من هون طبعا لازم يكون شوي اطول، تمام. ظل عندنا خطوط سنتر، ما ظل خطوط سنتر، نرجع على لاير زيرو نبدأ نرسم في الدوائر. عندنا هون اي دائرة بديامتر 625 بالألف،
draw circle center diameter point 625. طبعا شغل ال WT. عندنا برضو نص دائرة برادياس، أيوة الرادياس 85 بالعشر بالمية، سنتر من هون برادياس 85. نعملها تريم على السريع. في الكوماند بنكتب تي ار انتر انتر، نحذف. تمام، شوف عندنا كمان، عندنا في النص دائرتين، الدايمتر للداخلية 2 وللخارجية 2.5. درو سيركل سنتر دايمتر 2 ودرو سيركل سنتر دايمتر 2.5. نضطر نطول خط السنتر عشان نعرف نعمل تريم كمان شوي. راح نحتاج نعمل تريم. تمام، شوفي عندنا كمان، راح يبين مع المكتب، راح يبين عندنا هذول الاثنين، هذول الربعين معنا مستطيلين بينهم فراغ، هاي مبين هو السمو كيلو 125 بالألف. اللهم صل على سيدنا محمد. نلاحظ انه في عندنا الخط من هون لهون فقط، بنيجي نرسم خط احنا، اي من هون تقاطع مع هاي، نفس الشيء من هون تقاطع لهاي، تقاطع. تمام، عندنا الرب راح يكون مفتوح من هون ومرسوم مسافة 75%، 75%، راح تكون هاي المسافة اللي مبينة معنا من هون لهون مقدار 75. طيب معطيني ال شو اسمه السمك تبع الرب 25%، نص 25 125 بالألف. فباجي أنا باستخدام خاصية الأوتراك، بعد ما أضغط على لاين، بعد من هون بشوف الخط العمودي، بدي أبعد بمقدار 0.125، هي اعطاني اياها من هون، راح امشي بمسافة 75 اللي هي هيا هون 75، امشي بمسافة 75، راح انزل بمسافة، اللهم صل على سيدنا محمد، 25%، ارجع اقاطعها مع الدائرة. بس نلاحظ احنا عملنا قبل شوي خاصية الاتراك ما قاطع هون، بنيجي قاطع. نعمل تريم لهاي او خلي تريم لاخر شيء. شفنا الوضع معجوق، نعمله. عندنا كيف نعرف هاي اللي هون من وين راح تبدا ومن راح تنتهي؟ شوف هنا هي معطينا المسافة من هون للطرف الثاني، هاي واضحة. كم 825 بالألف، سيمتري الرسمات اللي معناها سيمتري، يعني من هون راح تكون نص 825، أتوقع راح تطلع 4125 بالعشرة آلاف، خلينا نتأكد منها في الحاسب. فاحنا نيجي من هون نبعد مسافة لفوق، زيرو، نرجع من هون 0.4125، هاي المسافة راح تكون. طيب كم المسافة اللي هون؟ بس نشوفها، معطيني هاي، حكينا هاي المسافة، احنا راح نبدأ بس من هون لهون للسنتر كم؟ 2.5. طيب الراديوس الكبير، الديمتر الكبير اصلا كله
اثنين ونص، يعني الراديوس من هون للطرف راح يكون 1.25. إذا المسافة من حفة، صبرك شوي صار في هنا قصة في الموضوع. لا ليش نعمل زي كذا؟ خلاص نرسم من هون تقاطع مع حاد، مع انه راح يزيد بمقدار الرادياس، شوف منقطعها مع خط السنتر لاين. وراح ننزل بمسافة 35، هي شايفها هاي 35 اللي هي هاي هم قطعتين، قطعة هون وقطعة هون بينهم فراغ، فهاي اسمها كده قطعة واحدة، فننزل 35%. نرجع نقاطع، نلاحظ انه راح يكون عندنا اصلا هون كمان فراغ، فنحن نقاطعها لهون عشان ترمي يعني اسرع. بس نيجي على هاي نكمل تقاطعها مع الدائرة، نلاحظ كمان انه سماكة الفراغ هي 125 بالالف. بقدر اجي انا مثلا من هون، هاي شايف من وين، من هاي النقطة خشيت الاتراك 0.125، اعطيني ارسم من هون، اعطيه تقاطع. طبعا خذ هذا صراحة نمسحه هسه بحكي لكم ليش. برضو من هون بدي انزل بمقدار 35، حكينا الشكل سيمبلي، اعمله تقاطع. ليش نحذف هاي؟ لانه المسافة من هون لهون احنا اخذناها، هي من السنتر لهون، بس في عنا راديوس، شايفين في راديوس الدائرة هاي كله من فوق راح يبين مع مستطيل واحد. الراديوس كم؟ راديوس الدائرة الخارجية 625 بالألف، فأنا راح أضيفه من هون في هذا الاتجاه 0.625. وهسه بنزل يا بخصيص الأتراك يا بنزل حاسه مش مستقيم، مش عارف ليش. ليش مش راضي؟ بكمله، بعمل له هذا الجزء ديليت، نفس الشيء من هون بكمله باستخدام خاصية الأتراك أو بالقياسات. خلونا على الأتراك، بديش هاي النقطة أنا، خلونا على القياسات معناته، تقول تقلبنا بدنا شيء. هو ممكن يستخدم اوتراك من هون، شوف كله تمام. بس هون ما حكينا في تقاطع من هون لهون، وبدنا نعمل تريم تي ار انتر انتر هاي ايوه الترم مبين في الرسمة اصلا. اللهم صل على سيدنا محمد. ضل اشي هيك متوب مبدئيا، ما اتوقع انه ضل اشي، لا هي الدائرة مبين هون، حكينا نعمل ترم من هون، بس ممكن نحتاج لترم تحت، نحتاجه ما نحتاجه، لا ما اتوقع انه بنحتاجه، لازم نحتاج الربع اللي هون، فما اتوقع انه بنحتاجه. خليه اضمن اشي بعدين بشي. ايوه تقاطعوا دائرة منهم مبينة معي تمام سنتر لاين. خلاص نروح نبدأ بالفرونت، هاي البروجكشن، نعمل بروجكشن على السريع من هون لهون. لا خليها من بعد شوي عشان دايمنشن ممكن نحتاج. من هون شايفين هاي قريب كثير، لا جزء ما تأثر. نرجع على لاير زيرو، او سنتر، نرجع نخوض السنتر راح تبين معامل الفرونت، راح يبين عندنا خط من هون على مستوى هاد من هون مثلا، نقول
من هون لهون خط سنتر لاين برضو. كمان هاي راح بيجي عندنا هيدا انه في عندنا خط سنتر لاين. نتأكد انه شغلنا صحيح. بنيجي هيك على السريع دايمنشن جونيور احنا خمسة بين هاي وهاي هاي 25. تمام. ناخذ خط افقي على منتصف هاي. فبنيجي من هون ميد بوينت كنترول رايت كليك ميد بوينت. ايوه اعطاني اياها. نرسم خط هيك لطيف. بس ممكن ما نحتاج له هذا، ما نحتاجه، خليه احتياط. نرجع على لاير زيرو. لاير زيرو بدنا نبدا نرسم من هاي الجهة. راح يبين عنا مستطيل هيك مفتوح على هذا الكبير مع الدائرة مفتوح مع بعض مع مستطيل وبينهم فراغ. طيب مستطيل هذا منين راح يبدا؟ يجي على لاين. بنشوف انه راديوس القوس 85% من يعني المسافة من هون لهون راح تكون 85%. معناته ممكن نضطر او فش داعي لهاد ما بعرف. هسه نشوف خلينا نبدا من هون. طيب في عنا زيرو في عنا خط نفترض انه من هون راح نبعد من الخط السنتر من هذا الخط السنتر للطرف بمقدار الراديوس اللي هو 85. من هون راح نبدا نرسم. راح نرسم لوين؟ لاحظ معي راح ابين معي من هون هيك راح ابين مستطيل كامل لعند المماس او التقاطع مع الدائرة اللي هو هون. هي وين؟ هي هون هاي النقطة بنزل فيها في الاوتراك او بتعملها بروجكشن بس هاي خف بلا والطف. عندنا السماكة نص انش. ننزل السماكة نص انش. عندنا الجوة من هون لهون. كيف نعرف مسافة من هون لهون؟ تعال نشوف. معطيني هاي السنتر هون ومعطيني مسافة من هون لعند هاي نص. يعني من السنتر اللي هو من هون راح تكون لهون نص نص ومن هون لهون 85 فراح تطلع المثلث المحمد 135 صح؟ وين الكالكوليتر؟ واحد بيعرفش يجمع. 135 تمام. تطلع مسافة هيك 135 وراح ننزل كمان بمقدار نص. هاي معطيني اياها. نرجع مثل خاصية الاطلاق او نفس القياسات نرجع برضو لتحت نص. بس هون راح تنتهي مع الهاي مع اللي هون. انا صراحة ما اتوقع انها تنتهي اللي هون لانه بنشوف يعني ممكن ما في رب من تحت اصلا. ما في رب من تحت هون فمن تحت راح تبين معنا من نصف الدائرة اللي من هون. ايوه خط نفسه الكوادرانت. انا على ما اعتقد هيك راح تكون.
ما بعرف اذا انتم شايفين شيء ثاني فاعملوه. هو اصلا بالاخير راح نحذفه لما نعمل السكشن. هاي خلصت من هاي الجهه، عندنا الدائره راح تبين معنا مستطيل. مستطيل كامل من راح ابين؟ راح ابين من هون، تمام، من هاي النقطه اللي هي من هون، التقاطع اللي هون كامل بهيك. راح نكمل خط كامل من هون، خط راح نحذفه لانه في تماس، في مماس هون او شيء، قطعه واحده يعني. هاي راح تكمل لتحت من نصف الدائره اللي هون. يا الله، اللهم صل على سيدنا محمد. مثلا خاصية الأوتراك ممكن نعملها، لا ثواني ممكن ناخذها بما انها سيمتري مش سيمتري. اللي صار خلنا نزل بروجكشن لانه بلشت انادي من هون، حكي راح تبين من هون معنا. لا هي البروجكشن تبعنا، نرجع على اللاين. معطيني مسافة من هون لهون 75، من هون لفوق 75 الارتفاع راح يكون، نحطه 75%. نرفع عندي الريدس كامل، الديامتر كامل 2.5، راح يجي لهون وراح ننزل بمقدار 3. هاي موجودة عندي هون 3، نرجع نقطعها. راح نقطع هون، لا راح نقطع شوي لورا، حكيت لكم لانه من فوق راح ابين معنا لحد الرب، لحد الرب، بس من تحت راح تكون بعيدة شوي عن الرب اللي هي من الكوادرانت. فمن منشيل هذا مثلا، نرجع نعمل بروجكشن ثاني. بروجكشن من الكوادرانت من هون، اي شايفين مش نفس المسافة، معناته كمان انا غلطت فوق. وانا غلطت لما حطيت 2.5 لانها ما راح تكون 2.5 اصلا. نرجع نحذف، نحذف الاضمن انه ناخذ هسه مستوى هاي. ماشي، مختلفناش من هون. نمشي مثلا مقدار الرادياس اللي هو راح يكون 1.25، نحدده، نرجع السنتر لاين على الزيرو. هسه متأكد إذا شغلنا صح ولا لا، بس لما نعمل هاي 33 هاي تأكد من شغل صح. حكينا من تحت تبين مع من الكوادرانت للكوادرانت، حتى هون يا بي مالي شوي شوي. هذا نحذفه، هون راح نحذف، هونك برضو ما راح تبين معي من عند ال شو اسمه من الكوانتر، راح تبين معي من هون. فنرجع نعمل بروجكشن على السريع. بروجكشن، لا بدون بروجكشن خلاص.
بس جيب لي هاي هيك، هاي من هون لهون، من هون لهون، شايفين؟ ما هاي هيك راح تكون. فينا زيادة نشيلها هاي. تي ار انتر انتر تي ار انتر انتر. ما اتوقع انه هاي المفروض انها تكون كلها مفتوحة كاملة. هسه في عنا شغلة ثانية اللي هي انه نحذف هذا، هاي السنتر لاين اللي هون بينه وبين اللي فوق 1.5، يعني راح يجي بنصف المسافة. فأنا لو بعمل السنتر سنتر لاين، بنزل من هون لتحت بمقدار 1.5، اعطاني منتصف، بقاطع من هون وضع تمام، صغر شوي منه. هذا هو مركز دائرة والقوس اللي راح نرسمهم. عندنا دائرة بديامتر 625 بالألف، draw circle center diameter. بسيطة نختارها ونوديها على زيرو. عندنا radius، عندنا قوس بradius 625 بالألف، center 625، نعمل له trim tr enter enter، نقاطعه مع الدائرة. انا شاك في موضوع الخصوص اللي هون، راح تبين من الكوادرانت ولا من المماس. تمام، اضل عندنا من هون عندنا الرب. الرب يعني طوله فش، يعني مش عارف كم طوله. هاي معطين طوله، طوله 75، هاي طوله من هو 75، ولو مشيت انا هي 75 برضه، مشيت من ضار 75 ومزيد لهون وعملنا له تشامفر. Modify chamfer select first line، او لا هي distance 0.0، فراح نحط دي هون، نغير الاولى 75 برضو، الثانية 75 راح تكون select first line، هاي الاول وهاي الثاني، هاي اعطاني اياها chamfer. طب بدي اتاكد صح ولا لا، بسيطة خط projection بسيط مثلا من هون، هيو عمودي نشوف. ليش هيك طلع معي؟ ما طلع متقاطع مع هاي، تأكد من الدايمنشن. طيب شوي شوي تأكد من الدايمنشن على السريع. لينير من هون،
75 يقول هون صح 100%، معناته شكله في خلل فوق. خلينا نتأكد من هون. الله أكبر الله أكبر، بسم الله. دايمنشن لازم أحكي قبل شوي، احنا مشينا 75 من هون لهون. طيب صح، هي 75 من هون لهون، مش من الكوادرات. نتأكد من هون، هيا من هون. أكثر من 75، أكثر من 75 معناته في غلط. أتوقع أنا مشيت من هون لهون 75، فأنا غلطت فيها. هاي انتبهوا لها في الامتحان، لأنه هو أنا بصله هيك أتوقع أنا. فعشان هيك اللي راح يصير كالآتي، من هون من لاين هاد راح امشي بمقدار 75، فهو اعطاني هي هون النقطة، راح اعمله زي هيك. هاد ديليت، هاد ودي على زيرو، نرجع على زيرو، نعمل ترم للزوائد اللي هون، تي ار انتر انتر. خط البروجكشن هذا فيش داعي له، خلاص هي بكون وضع في السليم. انا لما اول اشي بعثت من هون المسافة مطلوبة، فصار هون المؤشر، حطيت 75 فطلع فيه غلط. اللهم صل على سيدنا محمد. يا الله عندي راح ابين هون في هيدن، هيدن دائرة هاي وهيدن دائرة هاي، نيجي على لاير هيدن. أيوة من الكوادرانت اللي هون، برضو من الكوادرانت اللي هون على نفس المستوى. في عندي هون هون برضو على نفس المستوى من هون. عندي من فوق راح ابين هيدن اللي هو هذا اللي هون، راح اقول له زي هيك من هون لهون وهيدن. شفت هيدن ما راح يكون، ما بكون منطبق، ما علينا. برضو عندي فوق راح يكون هنا هيدن 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 للدائرتين اللي تحت راح يكون. بسم الله سيدنا محمد. في عندي هون اثنين هيدين، طبعا هذول كمان كمان راح يروحون مع السكشن هسه، بس احنا خلينا نحط هو من هون راح يبين عندي هيدين. من هون بدنا الكوادرانت، من راح يروح هسه بنشوف كيف بده يروح. بروح، لا ما بروح، ما بروح اللي هون، ما راح يروح، راح يبين من هاي الحافة، ما راح يبين من الكوادران. تمام، فأنا باجي أعمل خط هيدن، ظل هيدن هيك. ما أتوقع نيجي لل سكشن، بدو فول فرونت سكشن. انا راح اجي مثلا اقطع من هون لهون، خلينا نرسم خط القطع عشان نوضح الامور. سكشن لاين
راح يكون أيوه مع مستوى هاي اللي هون، نفرض إنه من هون راح يبدأ وينتهي هون، تمام؟ نرسم مثلا يطلع بمقدار 1/15، خليها 15 من هون. إذا المهندسة حكت قيمة معينة، بس أنا ما بتذكر إنها حكت قيمة معينة. المهم إذا هي حكت خبروني عشان أعدله. نيجي نرسم السهم، السهم من البوليان، البولي لاين مش بوليان، بولي لاين. بختار النقطة هاي، باجي هون على الويدث فبقول له دبليو انتر. إيه لو نختاره مثلا 25 وبعدين صفر، ايوه نرسمه، نرسمه بما 25 برضه. اهي اعطاني سهم، نفس القيم نختارها هون. اخترنا النقطة W انتر 25% صفر، والطول حكينا 25 برضو. حلو، لما هاي خط خط القطع، تمام؟ نلاحظ خط القطع هذا راح يقطع من هون هيك كامل، راح ينقطع. في عنا ماتيريال راح تنقطع، لي هاي اللي هون ماتيريال بتنقطع. طب هون في عنا الفراغ، القطع هذا اصلا موجود، ف سكين قطع مثلا ما راح تمرق فيه، فهاي المنطقة ما راح يصير فيها تحشير، هاي اللي هون ما راح يصير فيها تحشير لانه ما انقطع الماتيريال. التغيير الوحيد اللي راح يصير فيها اللي هو هاد، راح يصير سوليد فيزيبل مبين، هبين يعني بعد ما نقطع. طيب المنطقة هاي ما بصير فيها تحشير، ليش؟ لأنها أصلا فراغ. نيجي هون راح يصير لها تحشير، هذا راح يبين، هنوديه على غير زيرو. عندنا هذول برضو راح يبينوا، راح يكون عندهم فراغ، فالتحشير راح يكون هون وهون، والمنطقة هاي كاملة. طبعا راح نشيل الخطوط هاي، هذا راح يختفي معنا برضو الخط، بس خلينا نودي هذول كلهم على غير زيرو. هذا اللي هون لاير زيرو، حكينا التحشير راح يكون هون، هاي راح تنشال اصلا. نحطه تي ار انتر انتر، هاي راح تنشال من هون، هاي برضو راح تنشال لانه راح تصير قطعة واحدة. الرب لا يهشر انه منقطع بخط موازي، تمام. نيجي على لاير هاتش، درو هاتش، نختار نخلي مسافة 1 1.5 مثلا، نشوف هسه احنا مناسب. لا نرجع درو هاتش 1.25، خليها اي ان اس اي 3.1، هذا اللي بنستخدمه. فبنيجي هون بنحدد المنطقة، هاي هاي وهاي وهاي. في عندي هذا الخط اصلا كان لازم شيلته، ما علينا هسه بشيله، نضغط انتر، تم التحشير. حكينا خط البروجكشن هذا بنشال، مش داعي له. نشوف التحشير كيف، هاي التحشير كامل هون، ما قطع اي خط. لو قطع اي خط بكون يا انا مهشر غلط يا الخط غلط. اتوقع هيك الرسمة كلها تمام، ضل علينا الدايمنشن. ان شاء الله هيك الرسمة تكون خالصة وكله تمام. بالنسبة للدايمنشن، لانه الفيديو صار واصل 40 دقيقة راح يغلبنا في التحميل على اليوتيوب ويصير طويل، انا كنت مجهز الحل من قبل، فممكن تاخذ الدايمنشن من هون طبعا بدون هذا زيادة. ممكن تاخذ الدايمنشن من هون
توزعوها، ممكن توزعوها بطريقة ثانية تشوفوها مناسبة، بحيث إنه ما يكون في تكرار، ما يكون في تقاطع، حسب القواعد اللي أخذناها مع المهندسة والسلايدات اللي نزلتهم على الإي ليرنينج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.